في مصر دلوقتي اللي هو جهاز حماية المستهلك. الأيام اللي فاتت تلقى جهاز حماية المستهلك شكاوى كتيرة من المواطنين المتضررين من عدم التزام دور المناسبات برد قيمة الحجز، وكمان من رفض بعض الموردين والتجار رد اللي دفعوه المستهلكين نظير حجز أو إيجار فساتين، زفاف، سهرة. على الفور جهاز حماية المستهلك تحرك وتفاعل مع شكاوى المواطنين. خلونا نعرف تحركات حماية المستهلك مع هذه الشكاوى. معانا على التليفون سيادة اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك. ألو. أهلا بحضرتك يا فندم والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا يا فندم. عايزين نعرف إيه هي إجراءات جهاز حماية المستهلك تجاه التجار الغير ملتزمين بقرارات الحكومة. أنا بتكلم على كل حاجة، يعني سواء مناسبات أو أفراح، غيره، سلع، سكر، زيت، على أي حاجة. تمام يا فندم. أولا في البداية يعني تحية تقدير واحترام وإجلال للشعب المصري العظيم اللي يعني التجاوب مع قرارات الحكومة بالإجراءات والتدابير الوقائية اللي تم أخذها النهاردة وبداية التجربة الساعة 7 مساء اليوم هو نجاح للشعب المصري، نجاح للقيادة السياسية المصرية، نموذج نجاح إن شاء الله يكون إيجابي خلال الأيام القادمة وخلال الفترات القادمة بهذه الصورة العظيمة اللي بتثبت وعي الشعب المصري وتفاعله مع إجراءات الحكومة اللي بتتخذها في النهاية هدفها هو مصلحة المواطن. الجهاز حماية المستهلك هو جهاز معني بحماية وصول حقوق المستهلك، موجود لتنفيذ استراتيجية الدولة في حماية حقوق المستهلك وضبط الأسواق بالتعاون والتنسيق التام مع الأجهزة المعنية. كانت وردت بعض الشكاوي بمجرد صدور قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتعليق الفعاليات خلال الفترة الماضية، ثم اليوم قرار أمس بحظر سير المواطنين في أوقات محددة على مدار اليوم اللي بيؤكد ان مفيش فعاليات مفيش مناسبات، فالمواطن ملوش ذنب، هي ظروف طارئة. فكانت الشكاوي من مماطلة بعض دور المناسبات ومؤجري لفساتين الزفاف والسهرة في رد قيمة ما دفعه المواطنين الحاجزين ورغم ان هم ما اخدوش الخدمة. القانون حماية المستهلك المادة 25 بتؤكد على أنه في حال عدم تقديم الخدمة يلتزم المورد أو مقدم الخدمة برد قيمتها للمستهلك طالما لم تقدم. طيب الخدمة طب اتفضل كمل. الجهاز أخذ القرار اليوم تفاعلا مع الشكاوي، وكان هناك مبادرة إيجابية من نوادي القوات المسلحة وهيئة الشرطة برد كامل القيمة دون انتقاص للسادة المواطنين اللي حاجزين لمناسبات سواء أفراح أو مناسبات أخرى. فكان لابد أن يتم اتخاذ هذا القرار، المواطن هو محور اهتمام الدولة، هناك إجراءات بتتم، توجيهات السيد الرئيس وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللي تحمي وتصون حقوق المواطنين. على المستوى الآخر هناك تحرك من كل أجهزة الدولة المعنية بالرقابة على الأسواق، هيئة الرقابة الإدارية، جهاز حماية المستهلك، الإدارة العامة لبحث التموين، الرقابة التموينية والتجارية بوزارة التموين، توجيه السيد الدكتور علي مصلحي بالتنسيق والتعاون التام بين كل هذه الأجهزة لاتخاذ إجراءات مهمة. إذا كان الشعب المصري بوعيه وحكمته والتزامه اليوم بالقرارات فهناك رسالة أخرى مهمة جدا لابد السادة التجار أو الموردين تجار السلع لابد أن يضع أمامهم اعتبار لوعي الشعب المصري وألا يستغلوا هذه الأزمات طبعاً. أو يستغلوا هذه الإجراءات لتحقيق أهداف خاصة، لابد أن يضع أمامه اعتبارات كثيرة جدا، لابد أن يلتزم ألا يزيد في الأسعار، أن يقدم السلع بالشكل الجيد. هناك يعني أين عظمة الشعب المصري؟ لابد من السادة التجار اللي بيفكروا أنه يستغل هذه الأزمة. طيب يا فندم أنا عايزة أسأل سؤال، هل مع بداية الأزمة دي هل زاد عدد الشكاوى؟ بالفعل هناك شكاوي عديدة يا فندم، وهناك إجراءات تمت، وهناك البعض حاول استغلال
الإجراءات واحتياج المواطنين للأدوات التطهير والكحول وخلافه، وتم ضبط العديد من القضايا. هناك إجراءات بيتم اتخاذها فورا وإحالة المخالفين طبقا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة. أيوة. تم ضبط أماكن تصنيع كمامات، مطهرات مجهولة المصدر، مغالاة في الأسعار واستغلال الاحتياج. طبعا يا سيادة اللواء وكل اللي حضرتك بتقوله ده فعلا ده حقيقي ولازم، وبنشكر حضرتك جدا جدا سيادة اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك.